اختتمت بمدينة المكلا الدورة التدريبية الثالثة للقضاة في مجال حقوق الطفل والعدالة من أجل الأطفال. وتهدف الدورة التي نظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف باليمن، تهدف إلى إكساب القضاة وأعضاء النيابات في المحافظات مهارات ومعارف علمية وتدريبات عملية حول حقوق الطفل والحدث في القانون الوطني والمواثيق الدولية والولاية على الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ومبادئ الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، وأيضا كيفية حماية الأطفال من العنف الصحي والنفسي والجنسي وقواعد حماية محاكمة الأطفال.